أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منه سكينا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إن هذا إلا ملك كريم
قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين صدق الله العظيم. Demikianlah penampilan Qari'ah.